في ظل التجاذبات السياسية الراهنة، ما هي آراء النخب الإثيوبية في أزمة سد النهضة؟ من الذي اتجه إلى الولايات المتحدة؟ من الذي اتجه إلى الأمم المتحدة؟ والإسرائيليون والمصريون أهم أقرب من نحن والإسرائيليون؟ مرة يقولون إننا سنذهب إلى الحرب، تخويف، دعايات حربية، ومرة يقولون إن مسلمي الحبشة سيتعاونون معنا. أن الأخصائيين والخبراء والمختصون والمعنيون بسد النهضة أو بالسدود أكدوا بأنه يحقق الفوائد لكافة الأطراف. كلما تكرر الكذب ربما يصبح حقيقة. وثانيا يريدون إثبات الكراسي من خلال إظهار ما يسمى جدية من قبلهم فيما يخص سد النهضة. السيد قدو اندرقاش ومعالي وزير الخارجية، هذا المشهد بقوله بأن القاهرة تضع يدا في المفاوضات والأخرى في نيويورك والمجتمعات الدولية للتحريض عليها. ختاما، القيادة لا تتنازل عن السيادة، الشعب يتطلع إلى السعادة. إن النخب الإثيوبية ومفكروا بلاد الحبشة وساستهم ورجال دينهم وعامة الشعب يقفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص حول الوطن والقائد والقيادة، تحقيق المصالح وإسعاد المجتمع وتنميته في إثيوبيا عبادة وعادة، لذلك وجبت الإفادة، نهج يستحق الإشادة.